صباح الخير على حضراتكم ومساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج اللايف مع الجريء. اهلا بيكم يا اجمل ناس الكون، واتمنى هذه الحلقه تعجبكم لانها فيها قدر كبير من الصراحه. بالامس للاسف وقت شغلي من دول من 8 الصبح ل 8 بالليل، برجع 8 بالليل بحاول ان انا اشوف الجديد والمفيد في نادي الزمالك واعمل لكم حلقه في عز ما بكون مرهق جدا. فبالأمس غبت عنكم، هقول لكم الأسباب إيه طبعا دلوقتي، ومش عايز حد يقلق. يعني قناة الجريء ستظل شامخة وقوية أبد الدهر، فلا تقلقوا أبدا علينا. كالعادة رجعت الساعة 8، ببتدي بجهز أشوف إيه الأخبار، بس قبل ما أشوف الأخبار بفتح الواتساب أشوف الإيميل، أشوف الحاجات دي، حد بعت حاجة، حد بعت موضوع مهم. عادة في الفترة الأخيرة أنا بقالي يمكن 3 4 شهور ما بفتحش روابط، وبطلب من أصدقائي المقربين ما تبعتوليش روابط. في البعض اللي بيزعل وفي البعض اللي بيفهم يعني إيه أنا ما بشوفش روابط. أقولها بكل وضوح، الروابط تحمل فيروسات، وأنا مش عايز ينزل على عندي فيروسات على موبايلي ولا على كمبيوتري. فبطلب من كل الناس إن هو الشخص أو السيدة المحترمة أو الشخص المحترم اللي بيبعت الروابط بيكون ناقلها من حاجه، وهو طبعا ما عندوش برامج، ما عندوش كفاءه، ما عندوش علم بايه اللي بيحصل عن طريق هذه الروابط، فممكن بالخطا ينقلها لي بدون قصد، هو ينقل لي مشاكل، تعمل لي مشاكل في كمبيوتري، او ناس عايزه تتلصص، او ناس ما عندهاش ضمير. فبرفض موضوع الروابط ده، بالاضافه الى شوف مين شتف مين، شوف مين بيتكلم على مين، شوف مين مش عارف ايه. المواضيع دي ما ولا بسمع ده، ولا بسمع بتوع لايفات، ولا بسمع بتوع يوتيوبرات، ولا بسمع بتاع برامج، ولا بسمع اي حاجه. اللهم اذا احتجت مثلا في حلقه استشهد بيها بطلب من احد المقربين ليا، مثلا الاستاذ تريز والاستاذ محمد فاضل، اقول لهم عايز جزء من حلقه كذا عن كذا، يبعت لي الجزء اللي انا عايزه بس عن طريق وسيلة التواصل موثوق بيها بينا، وبنشرها أو بذيع الجزء ده يعني. ففتحت كالعادة أمس الساعة 8، فلقيت رسالتين. رسالة من أخت فاضلة عضوة جمعية أمية، مش هقول اسمها طبعا عشان ما أحطهاش في موقف محرج، بتقول لي أنا بقلب في اليوتيوبات لقيت واحد بيتكلم كذا كذا كذا. أنا طبعا لا بشوف الواحد ده ولا عايز أشوفه ولا بتابعه، وهو معروف عداؤه الشديد لنادي الزمالك، ومعروف عداؤه الشديد للمستشار مرتضى منصور، وبينهم ومن بعض حاجات قد وصل الى علم مؤخرا ان هم في حاله بيسموه ايه تقارب. فممكن التقارب يكون على حساب اي حاجه، يكون على حساب الاخلاقيات، يكون على حساب عادي برضو، ده هذا لا يشغل. يتقربوا من بعض، يتصالحوا من بعض، يشيلوا القضايا على بعض، هذا لا يخصني. فهي طلبت مني بالالحاح، وانا انا عارف ان هي قد ايه بتاذني وبتثق فيا ان انا اشوف هذه الحلقه بامان. انا قلت لها اوكي هشوفها عشان خاطرك، بس ما شفتهاش. انا بعتها لاستاذي استاذ محمد فاضل، واللي ما عرفش قيمه الاستاذ محمد فاضل انا ممكن اقول لكم من هو الاستاذ محمد فاضل. الاستاذ محمد فاضل هو احد ابطال الجيش المصري العظماء اللي رووا بعرقهم ودمائهم أرض سينا. أستاذ محمد فاضل أحد عمالقة الصناعة في المملكة العربية السعودية. أستاذ محمد فاضل أحد العمالقة في أوروبا حاليا. الشخص الفاضل المحترم ده اللي بيتكلم معانا بكل حب، الناس ما تعرفوش عن قرب، أنا تشرفت إن أنا أعرفه عن قرب أسريا وعائليا، وتبادلنا الزيارات وتبادلنا المعرفة. فهذا الرجل أثق فيه ثقة عمياء، والايام هتثبت لكم ما عدا هذا الرجل. فبعت له القصه وحكيت له الحكايه، قلت له شوف لي ايه القصه دي، انا ما عنديش لا دماغ ولا وقت ان انا اسمع فيديوهات. فسمع الفيديو ورد عليا قال لي يعني سيبك من الكلام الفاضي ده من الاخر، يعني في لفظ كده يعني بينا ان ايه، شد السفون ارمي في الزباله هموش بتاع حاجات كده بنبقى فاهمين. فطبعا انا لا فاضي
الحاجات دي، ولا انا يوتيوبر، ولا انا يهمني صلح بين اشخاص شتموا في بعض واكلوا اعراض بعض من هنا لبكره، ولا يهمني حتى ان هم يكون ضربت الصلح على حسابي. يعني مثلا لو مرتضى عايز يصالحه على حساب ان هو يزق عليا عشان يشتمني، عادي يا سيدي، في رب اسمه كريم هو اللي بيجيب الحقوق، مش هشغل دماغي. لو هو عايز يمسح كوخ لمرتضى ويقول له انا بدافع عنك وانا راجل، كل الناس عارفه ان هو مش راجل، هو يعني هو شخص مريض، و يعني خلى الله في عونه يعني، وربنا يشفيه ويعافيه من اللي فيه كله. ف يعني الموضوع خد مننا شويه عطله شويه، كنت هطلع لقيت دخل علينا تصريحات المستشار مرتضى منصور مع الاخ سيد علي، فاحد اساتذه الافاضل اللي بيشتغل معايا قال لازم تسمع التصريحات دي، لان بيتكلم عن السيده ذات الشعر الاحمر، وبيتكلم عن الانسحاب من الحياه السياسيه او من الحياه اللي ما اعرفش انسحاب من ايه، حاجه زي كده، وبيتكلم عن القضيه بتاعت الكابتن محمود الخطيب، يعني بيتكلم عن بعض الحاجات اللي احنا طرحناها في الفتره الاخيره. فاضطريت ان اسمع، ففوجئت ان سيد علي معروف ان هو اهلاوي طبعا، ومعروف ان صاحب القناه اهلاوي، واللي ما اعرفش كده يبقى ما بيفهمش يعني. لقيتهم فاتحين يعني عايزين يوقعوا مرتضى في حفره كبيره. الاعلام الذكي هو اللي يفهم، الجمهور العادي ما يفهمش الحاجات دي. انا بصفتي اعلامي وشغال في الاعلام ودراساتي وشغلي الاعلام، يعني حياتي كلها اقدر افهم المحاول لما يحب يوقع حد. كل الاحترام والتقدير طبعا للاستاذ سيد علي، ولكن هو بيعمل لمصلحه النادي اللي بيعشقه. المستشار مرتضى كل الناس عارفه ان هو ايه، اديله بس كلمتين كده وهو يغلط يقع. بصراحه صدمت، ايه الجو ده؟ ايه الاجواء دي؟ هل الاجواء دي طريق؟ هل ده يليق بنادي الزمالك؟ عندي معلومات طبعا من قبل الماتش الاولاني بتاع المنتخب ان في موضوعات، يا رب المنتخب يكسب، انا بسجل طبعا قبل ماتش المنتخب، يا رب كل التوفيق لمنتخب مصر، لان مكسب المنتخب يؤجل حاجات كتيره في الساحه الرياضيه، ولكن المعلومات كلها يعني تمشي الى طريق تنظيف الاعلام وتنظيف الاجواء وتنظيف الامور. المهم شغلت شويه ببعض الاتصالات والحاجات مع ناس عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي، اساتذتنا الكبار طبعا في مصر في مجال السياسه، مجال الرياضه. عملت عده اتصالات انا واستاذ محمد فاضل واخرين من الناس النماذج الرائعه اللي عندنا في قناه الجري، باخد ارائهم في بعض الحاجات. خلينا اكون صريح معاكم، ان قناه الجري معروض عليها ان يكون في راعي كبير من احد اكبر الدول العربيه الشقيقه لمصر، وهيبقى في تطور، حتى احنا ابتدينا نمسح بعض القنوات وهنقل قنوات ونطور قنوات ونشغل ناس ونعين ناس وحاجات زي كده. بس الموضوع بالنسبه لي انا مقلق، لان كنت دايما لما يكون لك راعي ممكن يتدخل في سياستك، في ادائك، في صدقك، في فالموضوع بقدم رجل ورجع عشر. والناس اللي يعرفوني عن قرب يعرفين ان انا في المواضيع اللي زي دي بخاف. انا عايز اعمل اعلام جميل، اعلام رياضي جميل، برضو من ضمن الافكار ان نتحول القناه الى قناه سياسيه. ما طالما الدوله سايبه ده وده يهبط في مجال الرياضه، وده يخرف في الزمالك، وده يذبح في الزمالك، ولجان اعلاميه دايسه هنا وهنا، وتروح ده تسخن ده عليك، وتروح ده تعمل ده عليك، وتكتب لك تعليقات، طب ما بقى يا دوله يا اللي مش قادره تلم شويه ناس بيهزوا استقرار وامان البلد، سواء في المجال الرياضي ولا في المجال ولا في السوشيال ميديا ولا في اي شيء، في حته رياضه كده، يقول لهم اوف كلهم يجروا استخبوا. لا، ممكن نتحول احنا من الرياضه، نوسع بقى، ندخل في السياسه ونتكلم في الحياه السياسيه، ونتكلم في الازمات، ونتكلم. دي رساله واضحه يعني، ممكن القناه تحت رعايه راعي كبير بيمول، ونتكلم بقى في مواضيع كتير، ونتكلم بقى في مواضيع اكبر واكبر واكبر، وعندنا من العلم والفهم اللي يخلينا ان احنا نتكلم. ف يعني برضو دي افكار يعني، اتفضلوا حضراتكم ناقشوها معانا
في تعليقاتكم او في الاجتماع. عندنا اجتماع مجلس اداره ومكتب تنفيذي بعد مباراه الزمالك القادمه اعتقد الجمعه او السبت حاجه زي كده. الكل اعمده انه يشرف، لانها كمان هنقلص العدد، ما بقاش في مجلس اداره ومكتب تنفيذي ومجلس تنفيذي والكلام ده، هنقلص العدد يبقى حاجه واحده فيها الناس اللي في الايام اللي فاتت دي ثبت رسوخها وقوتها وأصلها الطيب في دعم قناة الجريء وفكرة قناة الجريء، بالذات في موضوعات عدم سب اللعيبة، وبالذات في موضوعات الوقوف جنب القناة. دول لازم يمشوا معانا، ودول لازم يكبروا معانا، ودول لازم يكون احنا لينا وقفة كمان في ان احنا ندعمهم في كل امورهم. فعندنا اجتماع مهم لتخفيض العدد واتخاذ قرار في الموضوعات اللي انا طرحتها. فاحنا بنفكر، انما قناة الجريء ان هي تقف ده حلم، يعني ايه عمرها ما هتقف. ويا سيدي لو يعني خيالك سرح انها تقف، هنعمل 100,000 قناة أقوى، ونعمل قناة الفضائية، ونعمل راديو. خلاص احنا ما عندنا الترخيص، وعملنا البث التجريبي بس وقفته، انا كنت بعته على نادي الزمالك. يعني عندنا طول ما انت عندك ملكة الإعلام، طول ما انت قادر ان انت تحقق كتير. ولكن من الخاسر في النهاية؟ من الخاسر في هذه المعجنة وهذه اللجان الإعلامية وهذا التخبيط وهذا السب واللعن والطعن والأكاذيب التي تملأ الساحة؟ هل اللي كسبان جمهور نادي الزمالك؟ لا، خسران، لأن جمهور الزمالك مقسم على نفسه. يعني يمكن البيت في اتنين بياكلوا في بعض، واحد مثلا مع ده وواحد ضد ده. مجلس الإدارة انتوا أدرى بمين اللي بيظهر ومين اللي ما بيظهرش، والتوريث وعدم التوريث، والتلميع وعدم التلميع. مشاكل النادي حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. مشاكل قيد اللعيبه فضيحه بجلالي، مشاكل استخدام مدرب فضيحه بجلالي. مين الكسبان، جمهور الزمالك ولا مجلس الاداره ولا اعلام الزمالك؟ اعلام الزمالك، الزمالك بلا اعلام، بلا اعلام. اقولها لكم بكل وضوح، مين متحدث محترم بيدافع عن نادي الزمالك؟ اول واحد ما يطلع يقول بوم، ابعت عليه اللجان الاعلاميه. وللاسف اللي بيقود اللجان الاعلاميه اما شمام اما خامورجي اما صايع اما ضايع، ده من منظر بتاع اعلام الزمالك. فالخاسر ان ما بقاش فيه اعلام زملكاوي قوي، اعتقد نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. اما الناس المحترمه اللي هتنها محترمه طول عمرها، بيتنها محترم، تشيله من هنا تحطه هنا بيبقى محترم. يعني هو النهارده مثلا يوتيوبر ونجح انه يقول كلمه حق، بكره بيبقى في قناه فضائيه كبيره، مش موعود بقناه الزمالك، عشان كده عمال يشتم في خلق الله للنهار، وعمال يذبح في اللعيبه للنهار. يعني ده بلا ضمير، ده يعني زيه زي دود الارض وزي هاموش الارض. اما الصادق فبيتنه صادق وبيتنه ناجح، صادق وناجح. مش عايز اقول سر، ولكن هي حقيقه والله. كلما حاول حد يأذينا كلما بنجد ترقيات وبنجد نجاحات في مجال آخر، وربنا هو اللي عنده الميزان يا جماعة. ما فيش حد بيقدر يوزع الأرزاق ولا يوزع الخير غير الله رب العالمين، وهو شايف مين الصديق ومين الكذاب ومين المنافق ومين الحرامي ومين الحاجات دي. المهم عشان ما نبعدش عن المواضيع، أرجع تاني لقصة نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي عظيم ونادي كبير، ولكن بيمر بمرحلة صعبة جدا. كان المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة السابق المحترمين جدا جدا والكفاءات كانوا في حالة ظلم إيان تجميد المجلس، اللي لسه حتى الآن لم يظهر عريضة اتهام ضده. وإن كان البعض بيقول في تحركات في الفترة الأخيرة إن المخالفات دي تعرف إيه، يعني إحنا مالناش دعوة. إحنا لما وقفنا جنب المظلوم، مفيش حد ينط لي يقول لي إيه هو انت قلبت على مرتضى ليه؟ انا اقسم بالله العظيم ما قلبت على مرتضى، انا بقسم، انا بقلب على تصرفات مرتضى، لا يعجبني تصرف. انا مستغرب، هل ده مرتضى منصور اللي احنا وقفنا جنبه؟ واحد تاني خالص، ده مش ده، مش ده مرتضى منصور اللي انا حبيته، مش ده مرتضى منصور اللي انا كنت شايفه ايده نظيفه، مش ده مرتضى منصور ابدا. واعتقد ان كل الناس متفقين في كده، فما تجيش تقول لي انت قلبت. لا انا ما قلبتش، انا ضد تصرفات مرتضى منصور الخاطئه، مع كل الاحترام والتقدير لشخصيه مرتضى منصور كشخص وكإنسان وكرجل كان له إنجازات
في ولايته الاولى ولا يعني جزء شويه من الثانيه ولا حاجه زي كده، اللي هو انجازات بيضاء. وانا اعرف جيدا طبعا ان صاحب الفضل في ان مرتضى منصور في الفتره دي ان يعمل انجازات ما تعلمه من استاذه، وخلينا اقولها مفاجاه، وهو بلاش اقول بلاش يعني، خلينا في الاجتماع اقول لحضراتكم مين اللي قال له ازاي تنجح واللي ازاي تعمل. ف نفسنا يرجع تاني زي زمان، ونفسنا ان الزمالك يرجع، ونفسنا نشوف مجلس اداره كله بيظهر ومتحد والناس ما تبقاش متضايقه، ونفسنا الوزير يبعد عن نادي الزمالك ما يبقاش الوزير الصادق اللي بيدعم، ونفسنا تتحل المشاكل، ونفسنا ما نبقاش بنزق طوب الارض عشان يصالح يخلي الخطيب يوافق على الصلح، ونتعاون مع اعداء الامس اللي شتمونا وطلعوا علينا او اوسخ الالفاظ. نفسنا نركز في النجاحات، نفسنا نصمت، ما يبقاش النجاح على المايك والنجاح على الاشاعات والاكاذيب، نفسنا نحقق حاجات كتيره جدا. نقطه مرتضى منصور كسب القضيه بتاعت المحكمة الاقتصادية ولا ما كسبش، ما بين ما أعلنه مرتضى منصور بنفسه مع سيد علي، يا رب أكون باسم أقول اسم سيد علي صح عشان ما أزعلش، وما أعلنه التلفزيون، وما أعلنه معرفش اليوم السابع ولا المصري اليوم، وما كذبه مجلس إدارة النادي الأهلي. يعني تم تسريب خبر كاذب إلى اليوم السابع تقريبا، ونقلت عنه القناة الفضائية نشر 9 حاجة زي كده، ونشر وطبعا كل الناس بتوع اللجان نشروه في الصفحات والجروبات. جانب، والجانب الآخر بتاع النادي الأهلي اللي كذب، اللي ما كانش فيه حاجة في المحكمة، اللي وبعدين طلع مرتضى منصور بشيء آخر امبارح مع سيد علي وقال لهم إيه؟ لأ أنا بقى هقول نص الحكم وإيه اللي حصل بعد ماتش مصر. يعني بعد ماتش مصر اللي بيتلعب اليوم هيطلع مرتضى منصور ويقول ايه اللي حصل. طب ايه علاقه مصر بعلاقه ان انت تكسب قضيه؟ يعني برضو الموضوع فيه شكوك، وهو ان انت تكسب قضيه ضد محمود الخطيب ده هيقلق مصر. طيب السؤال الثاني، الحكم الذي صدر في قضيه يافطه القرن لماذا لم يعلن؟ انا طبعا عندي الحكم وعارفه، ممكن اقول للاصدقاء في الغرف المغلقه، ولكن مش هقوله على الملأ طبعا احتراما لراي الدوله. لماذا تم تاجيل؟ في بعض الاسئله تحيرك. اذا كان حسب راي المستشار مرتضى منصور وحسب راي قناه نشر 9 واليوم السابع، اذا كان هناك حكم لصالح مرتضى منصور ضد محمود الخطيب، لماذا لم يعلن؟ في اشياء تحيرك، واشياء تزهرك، وأشياء تغيرك. موضوع قضية السيدات الفاضلات عضوات النادي النهري المشهورة باسم عضوات النادي النهري، لماذا لم يعلن فيها شيء؟ البعض يقال إن تم حجزها مع أواضي مرتضى منصور بتاعت 17 أكتوبر اللي هي فيها شوبير وفيها الخطيب والحاجات، لماذا لم يعلن؟ في إيه؟ الموضوع هيبان بعد مباراة منتخب مصر، إذا فازت منتخب مصر بإذن الله الأمور أعتقد هتكونها هادية شوية، إذا خسر أعتقد أن في أمور هتظهر على الساحة. ولكن طبعا الناس اللي على اتصال بصناع القرار وبتاع عارفين إيه ما يتم الوصول إليه، وما يتم ماشيين في هذا الاتجاه. طيب إحنا كجمهور الزمالك أو كأعلاميين محترمين أو كناس راسخة في حب الزمالك بلا هدف بلا طموح، مش عايزين حاجة غير نشوف مصلحة الزمالك، ما علينا أن نفعله في هذه الفترة. جمهور قناة الجريء المثقف جدا 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 على فكرة، طلب من اللجان الإعلامية ومن بعض أن يشتموا جمهور قناة الجريء للتأثير عليهم براحته. يعني أنا دايما القناة مفتوحة، أنا لا بجبر حد يسمعني ولا بجبرش حد يمشي، لأن أنا مش يوتيوبر ولا بتربح من الموضوع. الناس التانية اللي يعني اللي عندها المرض هي انا، اهلا وسهلا باللي يسمعني على دماغي من فوق، واهلا وسهلا باللي يدعمني على دماغي من فوق، واهلا وسهلا باللي يناقشني بكل حب ده صح ولا غلط على دماغي من فوق. احنا موقفنا ايه كلنا بقى كناس محترمه ونضيفه؟ لا نكذب، لا ما بنطلعش نطبل، ما بنطلعش نزمر، بندور دايما على الحقيقه، بنفتش، بنحب الزمالك باخلاص. موقفنا ايه؟
نرفع يدينا للسماء ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقط لا غير، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة أخيرة، الرسالة دي عايز أوجهها للرئيس المحبوب، يا سعادة الرئيس، يا حبيب الملايين والمليارات، يا نور عينينا، عجبك اللي بيحصل لولادك في نادي الزمالك؟ عجبك اللي بيحصل من إعلام شتام سبب العين؟ عجبك من اللي بيحصل من لجان إعلامية؟ عجبك؟ إذا كان عجبك، أعتقد إن مش عجبك، أعتقد لأنك أنت راجل نظيف ونزيه وصادق ومحترم، أعتقد. بس يعني إيه سياسة النفس الطويل دي؟ ما تنفعش مع دول، لأن دول يهزوا أمان الدولة، يهزوا استقرار الدولة. ما ينفعش حد يعمل دولة داخل دولة، ما ينفعش حد يبقى فوق القانون، ما ينفعش حد يبقى بيهدد الشرفاء ليل نهار، ما ينفعش حد في هذا البلد العظيم الكبير إنه يهدد سيادتك. بس فقط لا غير، بحبكم من قلبي يا أجمل الناس في الكون. هذا التسجيل قبل مباراة مصر والسنغال، يا رب يا رب يا رب يفوز منتخب مصر. أما إذا كان ربنا له وجهة نظر أخرى، فطبعا نحن مع الإرادة الإلهية، مش هنقول لأ. كل زملكاوي شريف بيسمعني دلوقتي يقول حسبي الله ونعم الوكيل فقط لا غير، والله هتشوف قدام عينيكم من هو الظالم ومن هو المظلوم، هتشوف قدام عينيكم، والله هتشوفه. واصبروا يا غاليين، أردت بس إن أنا أطمنكم وأطمنكم على خالد الجري وأطمنكم عليا، ونلتقي إن شاء الله على خير، في كل خير بإذن الله، أراكم على خير. Thank you.